بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخوتي أخواتي في الله ورحمة الله وبركاته. ورد عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أبائه عن أمير المؤمنين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة ذات يوم، قال فيها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. خطاب النبي إلى الناس جميعا، أعم من المسلمين والمؤمنين، لكن حظوظ الناس من هذا الشهر مختلفة حسب أوعيتها. الوعاء، وعاء المسلم غير وعاء غير المسلم، وعاء المؤمن أقول ظرفه، روحيته، نفسيته تختلف عن الإنسان غير المؤمن. وهكذا كلما كان حظ الإنسان من الإسلام أكثر، كلما كان قربه من الله سبحانه وتعالى أكثر، كان حظه من هذا الشهر الشريف أكثر. هذا الشهر كما يقول رسول الله وهو خاتم الأنبياء يقول: هو أفضل الشهور، شهر هو عند الله أفضل الشهور، أفضل شهر من شهور السنة الهجرية القمرية هو هذا الشهر الذي بدأ هذا اليوم، يوم الاثنين 1/8 هذه السنة. أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. يعني كل هذا اليوم 24 ساعة بليلته بليله ونهاره، كل ساعات هذا اليوم مختلفة. ونحن نعلم أن الأيام والأشهر والأسابيع كلها لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يضفي على هذا الشهر الشريف وعلى هذه الأسابيع وعلى هذه الأيام والساعات واللحظات والليالي والليل والنهار، بقدر ما يعطيه من عظمة، بقدر ما يعطيه من قدسية، الله سبحانه وتعالى يجعل فيه الخير والبركة. هنالك ساعات وأيام هي مفضلة عند الله، وهنالك أماكن كذلك كبيت الله الحرام الصلاة فيه تختلف عن بقية الأماكن. الصلاة ركعة واحدة تعادل أكثر من 100,000 أو 500,000، وفي رواية مليون ركعة. في بيت الله ركعة واحدة تعادل مليون ركعة في غيره من الأماكن. النظر إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام عبادة، الجلوس في الكعبة في الحرم المكي عبادة. فلذلك هنالك أماكن مقدسة وهنالك أيام مقدسة ومعظمة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة، خطبة النبي، يخاطب الناس جميعا. الدين الإسلامي أيها الإخوة أيتها الأخوات ليس للعرب فقط، وليس لزمن معين ولمنطقة معينة. الدين الإسلامي أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة للناس، هداية للناس جميعا. في سورة إبراهيم، في أول سورة إبراهيم، ألف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الناس، كل الناس، هذا الدين للناس جميعا،
بعربهم وأعجميهم، كل الناس ليس فقط العرب. صحيح أن القرآن نزل باللغة العربية، ولكن فهم الإسلام والدين الإسلامي وأحكام الإسلام هذه لا تحتاج إلى اللغة العربية، تحتاج إلى فهم. لهذا نجد أن الديانة الثانية في الكرة الأرضية هي الديانة الإسلامية. في أوروبا، في كل العالم، في البرازيل يوجد هنالك مسلمون، وهؤلاء ليسوا بعرب. الآن المسلمون تقريبا تجاوز عددهم ما يقارب 1,500,000,000 مسلم. 200 أو 150 أو 180 منهم مسلمون عرب، والبقية كلهم غير عرب. لهذا الإسلام أنزله الله سبحانه وتعالى بخيراته وفيوضاته وهدايته إلى الناس جميعا. لهذا يقول رسول الله، هو شهر، هذا الشهر الشريف شهر رمضان المبارك، يقول: دعيتم فيه إلى ضيافة الله. أنتم ضيوف عند الله سبحانه، والضيف ينبغي أن يتأدب بآداب المضيف. الله جعلنا ضيوف. الآن حينما تكون ضيفا عند سلطان، عند مسؤول، كيف تكون مؤدبا جالسا بهندامك اللطيف وبعطرك الجميل وبجلستك وبكلامك الجميل؟ كذلك نحن أيها الإخوة نحن ضيوف في هذا الشهر الشريف عند الله. فلهذا من السنن الثابتة العقلائية أن الإنسان الضيف ينبغي أن يتأدب بآداب المضيف. كم هي منزلتنا عند الله بحيث قبلنا أن نكون ضيوفنا. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم، هذا النفس الذي يصعد وينزل، هذا مثل التسبيح. أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة. ليش؟ لأنه الصائم الذي نوى الصوم قربة إلى الله تعالى، حتى في نومه هو صائم. نومكم فيه عبادة. ما عندنا شهر من الشهور ولا يوم من الأيام النوم فيه عبادة، النفس الذي يصعد وينزل تسبيح، إلا في هذا الشهر الشريف. وعملكم فيه مقبول. عملكم أيها الناس، يا مؤمنين يا مسلمين، أيها الناس، حاولوا أن تكون أعمالكم تتناسب مع رسالة الله سبحانه وتعالى حتى يتقبلوها، لأن الله لا يقبل إلا العمل الصالح. الله الطيب، الله الخير، الله معدن الخير والبركة، لا تكون عنده أعمال قبيحة تهبط. هذه الأعمال القبيحة تهبط، لا تنزل، لا تصعد إلى الله سبحانه. أعمال وعملكم فيه مقبول ودعاءكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. هذا أول عمل المفروض في هذا الشهر هو الصيام. والصيام أيها الإخوة فرض في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة، مو أول ما نزل الإسلام. في مكة ما فرض الصيام، في مكة كانت الدعوة عامة للناس جميعا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما كانوا الناس مسلمين. ولكن حينما تثبت الإسلام في قلوب الناس ووعت الناس هذا الإسلام وآمنت بالله سبحانه وتعالى في السنة الثانية، يعني بعد نزول الإسلام ب12 سنة، فرض الله الصيام، مو أول سنة، رحمة منه لهذه الأمة. لأنه بعثة النبي 13 سنة كان في مكة، 14 سنة عفوا، بعد 14 سنة من البعثة النبوية فرض الله الصيام، يعني في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة. وأركان الصيام أيها الأحبة هو ركنين مهمين. الركن الأول هو النية،
بعض الإنسان ما يأكل ولا يشرب ولا يستعمل المفطرات ولا يجامع الزوج زوجته ولا يتناول أي مفطر ممسك عنها، ولكن ليس بنية التقرب إلى الله. الصوم عبادة، وتعلمون أيها الإخوة أيتها الأخوات أن الصوم أن العبادة لا تقبل إلا بركن مهم، ألا وهو نية القرب. أتقرب بهذا العمل إلى الله. ما معنى أتقرب إلى الله؟ الله ليس له مكان حتى أذهب إليه. الله أراد مني الصوم في هذا الشهر، أنا أتقرب لأنه أمرني بالصوم، أتقرب إلى أمره، لأن الله يحب الصوم ويحب هذه الفريضة ويحب من أداها بشروطها، فأنا أصوم قربة حتى أتقرب إليه. أتقرب إليه معنويا وليس مكانيا. فأركان الصوم هي اثنان: النية أولا، نية القرب، النية الخالصة، ينبغي أن لا يشوب هذه النية شيء من الرياء والسمعة والما أدري، يعني هذه من الأعمال التي تؤذي، يعني تهدم هذا العمل، عمل العبادي. الرياء يهبط الإنسان ولا يسمع به. فنية القرب إلى الله خالصة لوجه الله، أنا لا أكل ولا أشرب ولا أستعمل مفطرات، سألغاي من هذا ما هو يأتينا إن شاء الله. والركن الثاني من هذا العمل، ركن الثاني من فريضة الصوم، هو الإمساك. النية أولا، ثانيا الإمساك عن المفطرات. الإمساك عن المفطرات يستوجب من الإنسان أن يعرف هذه المفطرات، ما هي المفطرات؟ لا يأكل، لا نوع من الأكل، لا كل الأنواع لا يأكلها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع زوجته ولا مجموعة من الأمور مذكورة في رسالتنا المختصرة التي كتبناها، وإن شاء الله توزع لكم إن شاء الله. فلهذا الصوم نستطيع أن نقول أن الصوم صومان: صوم الجسد وصوم النفس. صوم الجسد عن أي شيء؟ يعني صوم المعدة، صوم الجسد عن مجموعة من المفطرات، الإمساك عن الأغذية والأشربة والحلويات والمقاربة بإرادة واختيار، خوفا من العقاب ورغبة في الثواب. الله أمرني لا تأكل لا تشرب خلال هذه الساعات، لا تأكل لا تشرب. وكذلك هنالك عندنا صوم آخر وهو الغاية العظمى من هذا الصوم، وهو صوم النفس. صوم النفس كيف يكون؟ يقول هو إمساك الحواس الخمس. عندنا خمس حواس: حاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس وحاسة السماع، خمسة حواس عندنا. هذه وأبعد من هذا حتى الروح والقلب، الله أمرنا أن نجعل من هذا الصوم من هذا الشهر الشريف، جعلنا أمرنا أن نمسك هذه الحواس عن الحرام. يقول: وصوم النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر المآثم. هذه العين تستطيع أن ترى فيها طريقك وتكتب فيها وتعمل فيها وترى النور فيها، نعمة، نعمة البصر، ولكن هذه العين هي نفسها تستطيع أن تسخرها للحرام. ماذا فعلت بالصوم إذن؟ تقول فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، تقول في حديث لها: ما يصنع الصائم بصيامه
إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه شو يعمل الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس بالجوع والعطش. كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس من قيامه إلا الركوع والسجود والتعب، كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الله يريد روح العمل، الله يريد فائدة العمل. كما أن الإنسان حينما يستعمل الدواء حتى يشفى من مرضه، كذلك الصوم دواء لنا، دواء لنفوسنا المريضة. عندنا شرف في الأكل، نحب الأكل، نحب الطعام، نحب الشراب، نحب الجماع، نحب كثير من الأمور نحبها. ينبغي على الإنسان أن يكون إنسانا بإرادته. الصوم يعلمنا على الإرادة. الماء إلى جنبك ولا تشربه، ماء البارد وخاصة في الأيام في أيام الحر. الطعام موجود وأنت جائع لا تأكله. وهكذا يتعلم الإنسان على الإرادة وعلى قوة الإرادة وعلى أن يمسك نفسه، لا أن تسوقه شهوته، هو يقودها، لا يكون مقودا لها، لا يكون ذليلا لها. لهذا يقول إمامنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: الصيام اجتناب المحارم، مجموعة من المحارم حرمها الله. ينبغي عليكم أن لا تدخلوا هذه دائرة المحارم، لأنها تلوث نفوسكم، تطعن بشخصيتكم. لا يتلائم بالإنسان كإنسان أن يدخل هذه الدائرة. أنت مو بهيمة، أنت مو حيوان أيها الإنسان، أنت إنسان كرمك الله على كل المخلوقات بما فيها الملائكة. حينما تكون مؤمنا صالحا مستقيما، الصيام اجتناب المحارم كما يمتنع الرجل من الطعام والشراب. كما تجتنب الطعام والشراب في أيام الصوم في هذه الساعات، كذلك تجتنب المحارم. الفائدة من الصوم هو نتزود في هذا الشهر الشريف من هذه الأمور العظيمة. صيام القلب كما يقول علي بن أبي طالب، صيام القلب. شلون يصوم القلب؟ كيف يصوم القلب؟ صيام القلب عن الفكر في الآثام، لا يفكر في الآثام، وهو أفضل من صيام البطن عن الطعام. صيام القلب عن الفكر في الآثام، مو عن الآثام. يعني يفكر الإنسان في الآثام، يفكر في الجريمة، هو أفضل من صيام البطن عن الطعام. وهكذا يتسلسل، وهو يريد أن يصور لنا الصوم، الصوم بالمعنى الواسع، بالمعنى الكبير النافع. يقول: صوم القلب خير من صيام اللسان، لأن القلب ما نقصد به هذه الجارحة، يعني الروح. صيام القلب خير من صيام اللسان، وصيام اللسان خير من صيام البطن. لسانك قد يكون إنسان إذا عود لسانه، أعوذ بالله، عن الكذب، عن الافتراء، عن الغيبة، عن البهتان، عن الاستهزاء، عن اللعن، عن الشتم، عن السب، عن الكلام البذيء، هذا كله لا يتلائم مع رسالة الصوم. فلذلك ليس من اللائق أن يكون الإنسان صائما وهو شتان، يعني شتام لعان سباب يلعن الآخرين، يذكر بلسانه. هذا اللسان اللي هو مدخل إلى الجوف، مدخل إلى الروح، ينبغي أن يعوده على الكلام السليم، على قراءة ما أحبه الله سبحانه وتعالى من قراءة القرآن وقراءة الأدعية وغيرها. وهكذا يقول إمامنا علي بن أبي طالب: صوم النفس عن لذات الدنيا أنفع الصيام. صوم النفس عن لذات الدنيا أنفع الصيام، أنفع الصيام. ونحن نأخذه هذا في هذا الشهر الشريف،
هذا الشهر الشريف فيه دروس عظيمة، فيه خيرات عظيمة، لكن كما قلت حظوظ الناس مختلفة. في بعض الناس حظوظهم كثيرة، تأخذ من هذا الشهر الشريف كثير، التقوى، الإيمان، الإرادة، حب مساعدة الآخرين، الفقراء، الأيتام، المساكين، الجياع. كم عندنا خاصة هنا في البرازيل، كم عندنا من المحتاجين ومن الأيتام ومن الأرامل ومن الجياع ومن الفقراء المنتشرين في الشوارع، ماذا قدمنا لهم؟ في البلاد، في بلاد، في أمريكا اللاتينية، في العالم كله نسبة الفقر كم هي؟ هؤلاء ينبغي أن نتعلم هذه الرسالة، هذه الرسالة ينبغي أن يتعلمها الأغنياء المتمكنون الذين عندهم مالا وطعاما وشرابا كثيرا. الله فرض علينا الصوم حتى نتذكر آلام هؤلاء الفقراء. مو بس الإنسان لا يأكل ولا يشرب وبعدين يروح ينام، شوي يفكر بالمجتمع الذي يعيشه، ماذا قدمنا لهم؟ هذه الرسالة نتعلمها من هذا الصوم، من هذا الشهر الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ولنا لقاءات أخرى معكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعل هذا الشهر الشريف شهرا مباركا في فيوضاته ورحماته علينا وعليكم وعلى المسلمين وعلى البشرية جمعاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يزيد فينا التقوى والإيمان والخير والبركة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا ولكم، إذا كان عندكم سؤال، إذا كان عندكم، إن شاء الله حديثنا مستمر خلال هذا الشهر الشريف، ولكن قبل هذا الوقت إن شاء الله.